والله أتمنى من الكل الحضور لهذا التجمع الخير، واللي يصب في مصلحة نادي المحري، ولا يعني فيه إلا الخير. فمن يحب الخير لنادي المحرق، من يحب مصلحة نادي المحرق، يعني أدعوه أنه يكون متواجد في هذا التجمع، اللي يعني راح يشوف ناديه ويشوف ربعه ويتواصل مع كثير من الناس. وكلنا متشوقين أن نشوف كثير من الناس اللي يعني شغلهم الزمن وشغلنا عنهم، اللي ما تواياهنا وياهم. فأتمنى أن الكل يكونوا موجودين، هم وأسرهم، في نادي المحرق في يوم التجمع إن شاء الله. إذن متواصلين معاكم في رياضة أهلنا، والفكرة اللي طرحها أخونا العزيز محمد العليوي وأيضا الأسطورة حمود سلطان لهذا التجمع الرياضي الضخم اللي نقدر نطلق عليه لكافة الرياضيين والإداريين وعوائلهم وأسرهم في نادي المحرق. أخوي محمد، الاحتفال راح يقام يوم السبت؟ يوم السبت إن شاء الله بيبتدي من الساعة 3 العصر وبيستمر لبالليل الساعة 9:30. يوم عائلي كامل، يوم كامل. يوم إيه نعم كامل. إيه نعم، ومثل ما قال أخوي أبو حسام، إحنا والله كوننا لجنة يعني من الشباب اللي رغبانين في العمل ومتشجعين حق الفكرة. من شهرين بدينا اجتماعات مكثفة، حاولنا نجمع أكبر عدد من اللاعبين في جميع الألعاب مثل ما قلت لك. شهرين؟ لا احنا حق ذي التجمع قصدي، بس قبل بعد اي قبل احنا تجمعنا قبل يعني بعد ما بيون طارق فهد ونسير اي نعم صح كلهم. حتى ابراهيم عيسى بعد اعطانا بعد فكره ان نجمع محمد صالح صح واحمد عامر اي نعم وراشد الفضال اخونا والخوف من تعداد احمد عبد الرحمن تنسى اسم هذا هو هذا هو شوف كل من يسمع صالح يعطونك فكره ويعطونك راي ويشجعون. نعم بس هذا الحين التجمع ترى بس بتجمع نلعب ويوم واحد ينتهي. لا لا بيستمر ان شاء الله. هذه هنا في بالنا شنو تفكيره، شنو نسوي لنا يسمونه جمعيه. نعم جمعيه بتاعت لاعبين. شنو انت تجمع ونحط افكار، يعني مثلا نسوي لجان حق المدربين، لجان حق اللاعبين المعتزلين، لجان حق الاشياء الفنيه، لجان حق الاشياء الدينيه، يعني كل نقسمهم يعني يفيدون النادي. بس مو بس تعال بس قاعد كوره وطقطق كوره واقول لك بس هذا يسمى تجمع، لا هذه وراء جمعيه نحث اللاعبين القدامى، في لاعبين مثل لاعبين اللي هدوا الكره تعالوا نطرشهم كاداريين يدرسون، نطرشهم يسمون كمدربين، عندنا لجنه مدربين تتابع دول الخليج او الاتحاد الاسيوي مراسلات، نطرشهم روحوا دورات الصيف هذه، روح فلان 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 اداريين اذا موجود في دوره اي مكان في الخليج نطلعهم. يعني بس مو بس نسوي هذه نجتمع ونسوي احتفال وينتهي، لا خلاص لا هذا ما نبي، هذه نبي احنا نقوم نادي محرق، نادي محرق التاريخ هذه ما نبي الجيل ورا جيل، ما نبي اي واحد هالكره يلا مع السلامه، لا يجي حتى في الصبح عندنا مكان اللي متقاعد يلعب ويلعب ويسلم ديوانيه ممتاز، وديوانيه وراها نتائج ايجابيه مو فقط ليجلس وخلاص، لا لا هذه الافكار وفي طروحات. اكيد خلينا ناخذ اتصال وراح ارجع لك ابو حسام اخوي محمد لتكمله الحديث. معنا المدربنا الوطني القدير في لعبه كره الطائره محمد المرباطي. محمد يا مرحبا فيك كابتن. يا هلا بكم، شرفنا فيكم ان شاء الله. احنا يزيدنا الشرف باسماء كبيره في عالم التدريب معك كابتن محمد، يا مرحبا فيك. يلا يخليك يسلمك، مسي على الاخوان اللي معاك، الاخ حمود والاخ محمد عليوي. هلا وحبت. يا مرحبا يا محمد. محمد استمعت لهذه الفكره واستمعت اعتقد انت متابع لهذه الفكره من انطلاقتها ومن البدايه، شنو رايك عن اقامه هذه الفكره والتجمع الجميل جدا؟ والله بصراحه
بصراحة يعني هذه سابقة في البحرين عندنا تصير أول مرة. إحنا تعودنا يعني دائما الأندية والرياضيين يعني من عقب ما ننتهي من النادي خلاص تنتهي قصتنا مع الرياضة ومع النادي. بس هذه الفكرة بصراحة يعني خلقت خلينا نقول يعني روح التآلف مرة أخرى مع الأجيال القادمة مع يعني مثل ما تقول مع التطور اللي قاعد يصير ويعني الحين مثل ما تقول يعني اللاعبين الحاليين أو الجيل الحالي يحتاج يعني إضاءات السابقين هذولين اللي قدموا واشتغلوا ومروا على النادي. وبالعكس يعني هاي كفكرة أن نادي المحرق يعني يحتفل فيهم أو أنه يكرمهم أو أنه يستدعيهم بس كتجمع هذه بروحها فكرة يعني الواحد يعني مثل ما تقول يعني يتوقف عندها ويشيد فيه يعني. بالتأكيد يعني أعتقد إذا احنا بنتكلم عن كرة القدم وبقية الرياضات الأخرى أكيد في كرة الطائرة في أسماء كانت متواجدة ولكن للأسف ابتعدت بحكم الظروف العملية بحكم الأسرية. موجود أيضا بعض الأسماء في كرة الطائرة اللي ابتعدوا خلينا نقول وممكن يكونوا متواجدين يوم السبت. إيه لا طبعا احنا يعني من خلال يعني هذا البرنامج يعني نوجه دعوة لهم كل يعني للرياضيين السابقين بالذات في الكرة الطائرة يعني تواجدهم لأن في بعض اللاعبين بصراحة لحد الآن أبنائهم يعني متواصلين معانا ويلعبون معانا وهذا شيء طيب إنه يكونون هم موجودين عشان بعد يعني يعطي دافعية حق الأجيال والأبناء اللي موجودين حاليا يعني حاملين اللواء الكرة الطائرة من ذاك الوقت للحين ولله الحمد. يعني يعطيك العافية كابتن محمد، شكرا على مداخلتك وعلى اتصالك بالبرنامج وإن شاء الله تكون متواجد يوم السبت ونتلاقى معاكم في هذه الاحتفالية الأسرية خلينا نقول المعبرة إن شاء الله. بس مع الأسف أني أنا ما بكون موجود لأنه بيكون عندنا تمرين مهم برا عن النادي إن شاء الله. يعطيك العافية، متواجد قلبا وقالبا مع الفريق ومع التجمع. ان شاء الله ان شاء الله الله يوفق الجميع ان شاء الله. نوجه لهم يعني اللجنة الشكر والتقدير على هذه اللفتة ونتمنى ان شاء الله وهي مو قريبة على المحرق يعني دائما سباقين في يعني في الابداع وفي اجل تمرين اجل تمرين المغرب عليه اليوم ما يتعوض اخوي محمد يوم ضيعت ثلاث ايام الصبح الله يخليك يسلمك الله بالتوفيق تشرف بوجودك يا كابتن الله يسلمك يعطيك العافيه كابتن محمد يعطيك العافيه. اعتقد من المهم جدا ان يكون الجميع متواجد حتى من الجيل كلهم اقول لك حتى العب قوه والسله والطائره واليد البولينج كانت موجودة في نادي المحرق البولينج تنس الطاولة حتى السباحة كان السباحة كانت نادي المحرق معروف قصد ما يقول والله يقول واحد بس والسنوكر مو بكل واحد بس يقول قدم لا كلكم أهل المحرق ولاعبين المحرق حتى البنات النساء ترى عندنا كرة طائرة وعندنا سلة نعم صح شريفة ربع ناديهم العنصر النسائي مطلوب وفي مكان مخصص سلمك الله حق العائلات يعني مخصصين مكان في الصالة حق العائلات ومثل ما قلنا يعني احنا جمعنا اكبر عدد من الاسامي لكن معظمهم ما قدرنا نحصل على تلفوناتهم فاحنا نبادر يعني نطرش مسجات لكن اليوم احنا نوجه دعوة مفتوحة للكل واعتقد تغطيتكم الاعلامية والصحف قاعد تتكلم عن هذه الامور فاللي ما تابعكم واللي ما قدر تحصلون على الرقم اكيد قرا أكيد وتواصل أكيد في الصحف اكيد واحنا سلمك الله يعني هذه مثل ما قلت لك دعوه مفتوحه حق الكل لان ما حد له عذر يقول ما اتصلوا فيني او ما خبروني وبكره بتنزل في جرائد البحرين اعلان اعلانات بتنزل من بكره ليوم المهرجان دعوه للجميع لأن ما بنتصل واحد ولا دعوات رسمية هذه دعوة مفتوحة حق هذا الكل البيت مفتوح حق الكل اي نعم وسلمك الله مثل ما عودونا عيال المحرق حب المحرق ما يحتاج دعوة ما يحتاج دعوة صديق. عيال المحرق يعرفون شنو قلاوة اسم المحرق بالنسبة صديق. لهم لأن هم مو ساكنين المحرق ساكنتهم الله أبو حسام يعني بالنسبة للاحتفالية هذه يعني كان في سؤال في بالي بس أنا من أشوفك يروح تروح لأسألك بالي والله تمحي كل الأسئلة اللي كنت بسألك إياها أنت زرت مصر أبو حسام اي نعم شفت الانديه المصريه أيوة. خلينا نقول نادي الاهلي هذا النادي الزمالك هذه يعني زرت اتمنى يعني كلامك زين يبيت لي ذكرت اتمنى الشيخ احمد
ان الناس كلهم يعطون عضويه حق النادي، يجون يلعبون كره القدم، اللي يبي يلعب سله في الكافتيريا يجلسون، نسوي هذه المنطقه ذي الحديقه يجلسون فيه، واحنا قريب بعد المجمع والمجمع بيكون موجود وبيساهم. احنا لا ما نبي بعد كلهم في المجمع، نبي في انشطه الباحه في نادي سام كله، في قاعه العاب شعبيه دامت دومنا الكيره موجوده، كل شيء العاب التراثيه المحرق هي الاصل في التراث البحريني، تراث البحرين ترى موجود في محرق، البيوتات العائلة الحاكمة والمالكة موجودة في محرق، كل شيء ترى احنا عندنا ارث عظيم في محرق. سامحني يعني لا يقولون بس محرق، بقول لك احنا العاصمة الاولى حق البحرين المحرق، اول مدرسة في الخليج محرق، هداية المطار محرق، عاد اول نادي هذا هو ليش اول نادي قبل كل يقول التفواز يعني ميال حق المحرق ولا اول نادي في الخليج محرق، طلع الكره في محرق زين، المطربين وزويد وربعه محرق، قربان الممثلين وحسام نيه في الفن من المحرق، في الادب محرق، هاي واقع يعني ما في زعل محرق بعد تسوي بعد يعني هذه واقع شوخنا في من المحرق اي نحكوا أيوة. البيوت بعد سلامك الله ابو تركي، انا بديت قولوا لي موجود قبل ابو تركي، ترى فكره التجمع محمد خلنا نروح بس حق السعوديه تفضل مع العنايشه اي وارجع لك نجم بسلطان. نجم نادي المحرق في الثمانينات اي نعم وبدايه التسعينات ولا بس الثمانينات عود مالك ما احنا بنصغر احنا بنقول التسعينات دخله شوي في التسعينات يلا بسوي كابتن مساك الله بالخير جزاك الله خير، سعداء جدا بسماع صوتك وسعداء اكثر كابتن انا يعني قبل لا يفاجئون انه يكون العنايشه معنا على الخط الهاتفي، كنا نتابعك في الانستغرام وما شاء الله متواصل مع مواقع التواصل الاجتماعي وتنزل الله يجزيكم خير تنزل صور جدا جميله مميزه، ذكرتنا بذاك الزمن الجميل وذكرت بهذا الزمن الاجمل ايضا، الله يجزيك خير ويستر عليكم ان شاء الله وشكرا على هذه اللقاء الجيد، الله يجزيك خير الله يخليك يا كابتن. كابتن طبعا وجهت لك الدعوه وانت مو محتاج لدعوه، انت ابن المحرق وابن هذا النادي والقلعه العريقه، رايك في هذا التجمع الجميل جدا والاول من نوعه خلينا نقول؟ والله في البدايه طبعا احيي ضيوفك اخوي محمد اخوي ابو حسام، واشكر قناه البحرين طبعا على اللقاء، واشكر حقيقه القائمين على التجمع واخص اخوي يعني بالاخص اخوي محمد العليوي هو بعد الله سبحانه وتعالى هو اللي دعانا للتجمع، واشكر طبعا ابو حسام واخوي راشد الفضاله، واشكر اللجنه اللي اشتغلت معها حق على الشغله هذه. حقيقه احنا من قبل 3 شهور تجمعنا في اظن مخيم اخوي محمد، فكان حقيقه لقاء جدا 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 ممتاز، وكنا نتمنى حقيقه يكون دعم يعني من قبل النادي، والحمد لله الحمد لله يعني الان تم ذلك، واشكر حقيقه اداره النادي يعني بهذا يعني تحمل المبادره هذه، وليس تغريب على اداره النادي على الشيخ احمد والجماعه الثانيه والشيوخ الثانيين، والحقيقه يعني انا حقيقه سعيد جدا جدا اني راح اشوف ناس شيوخ عزيزين على قلبي، لاعبين واخوان عزيزين على قلبي من زمان ما شفناهم حقيقه، وانا حقيقه مره ثانيه اشكر اخوي محمد يعني شكرا جزيلا كثير كثير كثير، لان حقيقه انا يعني نادي محرق يعني من عيال النادي ترعرعت فيه من الاشبال الى ثم خلينا نقول بعد مشجع بعد من الى الشباب ولا الفريق الاول وممتاز، فاقول لك يعني هالتجمع هذا راح يجمعني بناس كثيرين قالين على قلبي يعني ذكريات. صدق اخوي عادل اكثر واحد يحن علينا تجمع والله يحن علينا وايد كم سنه يمكن 3 4 سنوات يقول يلا خلينا نتجمع خلينا نلعب مباراه حبيه لو والله العظيم يعني عادل ما شاء الله عليه سندر لي واعطيك تكسي تعال بحيث عنده لياقه عادل ولا ما عنده؟ لا عنده ما شاء الله انا سمعت في التجمع عنده لياقه وعنده قريشات لكنه في البر في التجمع اللي في ديسمبر اقول له اقول له شيء هو الله سلمى يشتغل في البترول عدل وسمونه ومن مسؤوله من مسؤوله ابوه الله يحفظه الله يحفظه زين
كل شهر درجة، وأنت ما تدري أنت بيوصل. كل شهر درجة، على درجة، درجة. ترجع عندك بعد استمر بعد. لا بصراحة الأخ عادل يعني متواصل معانا من سنين يعني ما قطعنا الحمد لله ما قطع. والتجمع اللي صار المرة اللي فاتت حضر مع أولاده يعني فرحة أولاده. وشاف الجماهير شلون مشتاقين حق أبوهم عادل العنايش ذكرهم بالماضي الجميل مثل ما قلت أبو تركي والله. أي على أهداف. أولاده بعد معاه في الشركة. حقيقي الشرف التواصل. عيالك بعد بتجيبهم؟ إن شاء الله. شركة؟ إيه أكيد بعد ذلك. هو يقصد الاحتفال وأنت تقصد. لا 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 الشركة هو. برد خالدتك. حبيبي. شرفونا يا أبو سلطان أنت والعيال. لي الشرف اللي أنا. حبيب قلبي والله. الشرف بالتأكيد. على أهدافك يعني والله. في بروز عادل العنايشة وأنا اللي أسعدني كثير إنه يعني اللي أسعدني في الحفل كثير إنه راح يكون الأب الروحي حق محرك يكون موجود الشيخ أحمد بن أحمد. حقيقة هذه الكلمة يستحق إن نقول الشيخ أحمد بن أحمد يستحق إن نقول الأب الروحي لنادي المحلة. حقيقة انبسطت مو تغلية بالشيوخ الثانية لكن الشيخ حمد بن أحمد لا مكان عندنا كل المحرقين. قال أخوي محمد سمعت أنا أسمع في اللغة وأنا أقولها ما أكررها مرة ثانية. الله يحفظكم إن شاء الله. الله يحفظك يا كابتن مشكور نجم يعني نادي المحرق في فترة الثمانينات في العصر الذهبي دي الكرة كابتن عادل عنايش يعطيك الصحة والعافية وسعيد جدا بسماع صوتك بعد ما كنت موجود في المدرجات وتابعك وكنا نصفق ونشيد بنجوميتك في الملاعب البحرينية أنت وغيرك من اللاعبين سواء في المحرق أو في الرفاعة أو بقية الأندية البحرينية. يعطيك العافية يا كابتن. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. أنا ولد البحرين طال عمرك وولد السعودية نفس الوقت. بيض الله وجهك. بلد واحد. بلد واحد. البحرين والسعودية ترى البحرين والسعودية بلد واحد وشعب واحد. أحسنت. بيض الله وجهك طال عمرك. وجهك. الله يجزيك خير. وجهك أبيض.